الأمر الثاني أيها الأحبة الذي هو لكم يعني أريده منكم ليس لغيركم، اشتبكوا مع أنفسكم. نفسك حبيبي، النفس لن تسلم لك بسهولة. إن النفس التي يعني جبلت على المعصية وألفت الذنب والغفلة والراحة والدعة والخمول والإعجاب بالرأي والهوى والأنا وتزكية النفس لن تنصاع لك بسهولة، أيقن بهذا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، إذا بدها عملية تزكية، وقد خاب من دساها. أنت بحاجة إلى هذا. لما قال له ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني أسألك مرافقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد قال أحد العارفين نفسك حية ما دامت حية، طالما هي في الحياة فهي كالحية، ممكن تلدغك بأي وقت أبدا. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فالنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. إذن اشتبكوا مع أنفسكم، الاشتباك مع النفس مطلوب أيها الأحبة. يجب أن تعلم أنها لك بالمرصاد فكن لها بالمرصاد. نفسك بحاجة إلى مواجهة، بحاجة إلى مجابهة، بحاجة إلى أن توقفها عند حدها، بحاجة أن تلجمها عن معاصي الله، بحاجة أن تضبطها، بحاجة أن تقيدها، تقيدها من خلال نافذة بصرك، من خلال نافذة سمعك، من خلال نافذة لسانك وفمك، من خلال نافذة بطنك، من خلال نافذة رجلك، من خلال نافذة يدك، من خلال نافذة كل منافذك يجب أن تحاول حصار نفسك ولا تسلم لها. لو أنها ركنت قيلة فهي كالفيروس يسكن تحت العقار المهدئ وتحت المسكنات، لكن بمجرد ما يجد فرصة للتحرك ينتفض من جديد لكي يولد المرض، وقد يكون المرض قتالا فتاكا، وقد يكون طاعونا أو يكون سرطانا. لذلك أيها الأحبة اشتبكوا مع أنفسكم واجعلوا رمضان ساحة معركة ابتداء مع نفوسكم. والله إننا إذا نجحنا في هذه المعركة ربحنا 9 أعشار المعركة الميدانية. اشتبكوا مع نفوسكم فإنها بحاجة للكثير من المجاهدة، وبحاجة للكثير من أن تضبط، وبحاجة للكثير من أن تقيد. واعلموا بأن الاشتباك مع النفس ليس فقط إزاء المعاصي، أي أن نفسك تطلب المعصية فأنت تمنعها، لا هذا لا يكون عند أغلب الشباب الملتزم، مع أن كثير منهم يكون عندهم معاصي وأثام لكن على قدر صغير ليس كبير، لأن التزامهم يكون حاجز بينهم وبين كثير من الآثام والذنوب المبيقات المنكرات المعنة التي يجاهر بها الناس. ولكن اشتباككم مع أنفسكم، النفس تأمر بالسوء أيها الأحبة، تأمر بالفحشاء، تأمر بالتمرد، تأمر بالتفلت. نفسك قد من خلال بوابة الخير ترديك، وقد من خلال مظلة الصلاح تقتلك وتنهيك. فمثلا النفس قد تحب الظهور، انتبه، وأنت بين الصالحين فيكون لك دور ويكون لك ثغر عن تخدم هذا الدين، وإذا نفسك تتحرك، ليش أنت أخي كل نهار رايح جاي تحضر مجالس؟ أنت أشبك؟ أنت ما تستطيع تسوي مجلس لحالك؟ لك ظلت تسمع لي فلان وتحضر عند علان؟ لا، نحن فهمنا، نحن خلصنا، نحن أكملنا الحمد لله كل شيء، تبدأ من هنا تأتي، قوم أنت اشتغل. أو مثلا يكون الإنسان على حالة من الإخبات والتواضع ولين الجانب والجندية لهذا الدين، ما شاء الله، يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة في الساقة، وإن كان في الحراسة في الحراسة، أخذ بعنان فرسه في ميدان الدعوة، في ثغور العمل، في ثغور الكتابة، في القلم على الأنترنت، تماما في كل ثغرة وميدان متحرك الرجل جاهز. فجأة تنتفض نفسه، قلت هي تسكن تحت مطارق الجو الصالح في أجواء الملتزمين، لكن مجرد ما وجدت فرصة تتحرك أيها السادة تخرج. فإذا بالنفس تقول لصاحبها إلى متى ستبقى أنت هكذا تؤدي الثغور الصغيرة والأعمال البسيطة وتبقى فردا عاديا بين هذا الجمع الكبير؟ لا، يجب أن تتميز بفعل ما، فتبدأ بالنشاز، تدفع صاحبها بالنشاز لكي يلفت إليه النظر، لكي يشتهر، لكي يحقق لنفسه غرورها، لكي يحقق لنفسه تميزها، لكي يحقق لنفسه أني أنا خلاص يعني أنا صرت أنا أستطيع أفعل أكثر من هذا الذي يفعله هؤلاء، أنا طاقاتي أكبر من طاقات هؤلاء. وهذا مرض قتال يفتت الجماعات ويقضي على العمل الإسلامي وعلى تجاربه هنا وهناك، ويتسبب الأمة بنكبات ونكسات، وما ضربت الأمة في كل مراحل بنائها إلا بأيدي البنائين أيها الأحبة، حينما يخرج عن الجدار فيهدم،
فيترك ثغره فيختل الوزن فينهار. وهكذا أيها الأحبة اشتبكوا مع أنفسكم، اضبطوها بضابط الجندية، اضبطوها بضابط الطاعة المبصرة، اضبطوها بضابط الوعي الشرعي، وأن تقيدوها بقيود الكتاب والسنة حسب المصلحة العامة للعمل الإسلامي، لا حسب ما ترى أنفسكم وتنظر بمنظارها القاصر تماما. كم رأيت من الشباب أيها السادة يأتونني يقولون مطولين، نحن مطولين لسا؟ نعم مطولين يا أخي، إنه منهج الأنبياء، إنه خط الرسالة في التغيير، إنها تغيير المجتمعات، إنها بناء أسس. فأنظر هيك في عيني، أنا ما أستطيع، أنا أريد معركة سريعة فاصلة أنهي فيها. والله حينما أنظر هؤلاء أرى أنهم يحملون بين جوانحهم خطرا كبيرا على مشروع العمل الإسلامي. وهؤلاء أيها الأحبة تسببوا فيما مضى ويتسببون الآن وسيتسببون لاحقا بكل الإخفاقات والضربات المؤلمة المميتة لصور العمل الإسلامي هنا وهناك، جهادا ودعوة وإصلاحا وتغييرا وبناء وترميما. إن المعركة السريعة أيها الأحبة التي يريدها هؤلاء الشباب متحمسون ليست هي على خط الرسالة، ولا هي منهج الكتاب والسنة، وليست هي التي يعني تصلح أن يكون سلاحنا في معركتنا مع هذا العدو الكوني الممتد من مشرق الأرض إلى مغربها، جيوش لا عد لها ولا حد، وقوى وإمكانات، ودول وأنظمة، وساحات وكيانات، وكلها تحاصر هذا العمل الإسلامي الذي يقوم هنا وهناك كبقع مضيئة إصلاحا أو تغييرا أو دعوة أو جهادا. إننا بحاجة إلى هذا الوعي، هذا الثقل، هذا المنظار، توطين النفس على طول المعركة وعلى طول النفس، ونحن في النهاية منتصرون أيها السادة، ولا بد أننا منتصرون. وهكذا يجب أن يكون حالنا دائما. اشتبكوا مع أنفسكم، اضبطوها، لا تجعلوها تتسرع، لا تجعلوها تتمرد، فهي قد تأتي ليس ترديك فقط، وتردي العمل الإسلامي كله من خلالك، من خلال أنها تطمح إلى ظهور أو شهرة أو تميز أو عجلة أو تسرع. فإياك إياك أيها الحبيب، إياك إياك أن تفعل مثل هذا. كما قلنا في قصة سعد بن معاذ وحدثناكم منذ فترة عنها، سعد الذي أصيب بجرح قاتل في رجله في كاحله، أيها الحبيب انفجر هذا الجرح دما فحاولوا إيقافه فلم يتوقف، فأيقن سعد أنه قد مات، وهذه في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب. ولكن سعدا رضي الله تعالى عنه نظر وخاطب الله سبحانه وتعالى، قريش هي التي ألبت الأحزاب، وبني قريظة خانوا العهود والمواثيق، قال: اللهم إن كنت وضعت الحرب أو أوزار الحرب بيننا وبين قريش، اللهم فأوقف النزف، اللهم أوقف الجرح، لمه حتى تشفي صدري من بني قريظة، ما يوم مصاب ممكن يموت شهيد يعني، حتى تقر عيني ببني قريظة أيها الأحبة، يعني لمها حتى تقر عيني، يعني حتى إذا كان الحرب وضعت أوزارها مع قريش لسه في بني قريظة يجب أن ننتهي. فكيف إذا كان الآن قريش وبني قريظة والتتار والصليبيين كلهم احتشدوا دفعة واحدة على بلاد المسلمين؟ هذا التعجل والتسرع في المعارك السريعة لمصلحة من؟ ولصالح من؟ والحق أن تريد به أن تنصر الإسلام وتنصر المشروع؟ أنت أتقى من سعد؟ وأنت أفهم من سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ أم أنك تريد أن تعطي نفسك مطلبها في التعجل والتسرع والتفلت على الجندية، وأن تعطيها نصيبها من الظهور أو حب الترأس والقيادة والتميز؟ احذروا أيها الأحبة، اشتبكوا مع أنفسكم، فإن العمل الإسلامي أمانة في أعناقكم وبين أيديكم، فالله الله أن يؤتى من قبلكم، ومن أتي العمل الإسلامي من قبله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأننا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يدعو حتى الفجر يبكي، لأن ثلة المؤمنة يعني بعد سنين حتى أعدها وجهازها، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء الذين ينطلقون لا يبالون عن أن تهلك العصابة المؤمنة والمسلمة، وتسببون بأزمات العمل الإسلامي للإجهاز عليه والقضاء عليه، لكي يعطوا نفوسهم رعوناتها ويلبوا للنفوس مطالبها في التعجل والتسرع، هؤلاء آثمون ظالمون، ظالمون لأنفسهم، ظالمون لإخوانهم، ظالمون للعمل الإسلامي، ظالمون للإسلام ككل، ظالمون للمستضعفين الذين ينتظروا منا أن ننجح في قيام كياننا من أجل أن نصل إلى إنقاذهم، لا أن ننتهي كما ينتهون وأن نقتل كما يقتلون. نحن نعد أنفسنا لكي نوقف الجراح من أجل أن ننقذ المستضعفين، لا أن نموت وهم يموتون، إننا نريد خلاصهم ونريد إيقاف ما يجري من مآسي ومجازر على المسلمين هناك.